هدية بتوضع من مقامكم، لكن العفو لابد من شيء. يا براني الخنجر. يا سلام، هذا رائع. يا سلام، خلاص نعتز به. عجب نشوف اللي انت لبس فيه، انتم اليمنيين. نعم. مبوش خاف مره شاف عبد الصالح لا سعد قال لي شو. بارك الله فيكم، احنا نعتز بهذا رمز العزة. بارك الله فيكم. اللي تسلم لي على السلطان كثير، ولا يعني يشكرك على استقبالك لسعيد حفيانة والحديث الذي جرى، وال يعني الوضع راه بالنسبة للمنطقة والأمة العربية والإسلام وضع جد خطير. يعني الأمور ليست كما كانت، يعني في خريطة جديدة للعالم، وفي تحالفات جديدة، وفي حسابات جديدة، استراتيجية جديدة، وفي عولمة، وفي تحديات، وفي كل القوالب الأولى هي انتهت. والأمريكان اللي عند الآن قادرين يشكلوا حد كبير تحالفات هذية وخريطة العالم. بالنسبة لعائلة سعود هذه خلاص يعني يجب عدم التفكير فيها، هذه منتهية ومعاش كركرها معانا ابدا، لان كركرتنا لها بتضرنا. يعني واحد شايل جنازه كركر فيها طول عمره، هذه لازم تنتهي. يعني امه الجزيره العربيه وبيت الله وقبر الرسول والاسلام واثاره والامه الاسلاميه اهم من عائله سعود واهم من الف عائله سعود. هذا امر لازم نتفقوا عليه. ومن حسن الحظ ان الاعداء اللي نعتبرهم اعداء وكانوا يحموا فيها هم الان اصبح في تقاطع بيننا وبينها واللقاء في هذا. الامريكان انا نشوف في اعضاء الكونغرس الامريكي، ونشوف في اعضاء الخارجيه، ويجون يعني حتى من السياحي حين يجي وفد رفيع، وبعدين يقول الله بنسلم عليه فلان والله يقول في هذه يقول في هذه كذا، خاصة على الكونغرس. كل ما تجي مجموعة من الكونغرس يجي يمر عليه يسلم عليه. هؤلاء يعني هم كلهم يقول احنا بالنسبة للسعودية نقول نفهموكم، هي مسألة البحث عن البديل فقط. أما العائلة هذه يقول هم باللغة بتاعهم يقول اكسبايرد اكسبايرد، خلاص يعني عائلة انتهى دورهم. لان هي ما تقدرش تخدمنا ولا تقدر تعملنا شيء، يعني هي منتهيه، لان هذه عائله وجودها بيشكل خطر علينا، بيشكل خطر على امريكا، وشكل خطر على السلام كما يقولوا هم. فهم مقررين ويبقوا يفهمون، يعني كنا ان امريكا تبحث عن البديل فقط. بالنسبه للديمقراطيين يقولوا لو كان نجح كيري كنا احنا في السحر السعودي. انا احنا الحق نقول للمسعو جيش امريكي يدخل السعوديه زي العراق احنا ضد، ديروا لنا حرب تدمير واحد احنا ضد. لكن تشجعوا شعوب الجزيره العربيه على الاستقلال زي ما شجعتوا شعوب الاتحاد السوفيتي او شعوب يوغوسلافيا او تشيكوسلوفاكيا اللي انقسمت ثلاثين، هذا 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 احنا يعني نرحب به. انكم انتم تشجع الحجاز ان هي تستقل وتطلع منها الوهابية، هم فرحانين يقول كذا استقلت الحجاز وخرجت الوهابية، معناها ما عادش فيه الدعاة وهابيين يبقوا متربصين بالحجيج. نعم معلوم. فهذه الدعوة يعني السلمية هذه قلنا احنا يعني تشجع استقلال الحجاز، استقلال النجد، استقلال الاحساء يعني كدولة شيعية، حجاز دولة هاشمية، النجد دولة ما شاف بشمر ولا القبائل هاي، وعسير ونجران هذه يمنية ومحتلة وغيرها، وهذه اسماعيلية وزيدية مذهبها ما هوش وهابي. هم الأمريكان يقول يعني
كويس ما دام الوهابية مفروضة فرض على هؤلاء الناس، صار هذه الشيعة هذا الحساء شيعة، كويس ما دام شيعة يعني هذا مش خطر علينا. هذه الحجاز إذا استقلت خلاص ما عادش تصبح وهابية، عسير ونجران وجزان، هذه إسماعيلية وزيدية، إذا ما هيش وهابية. إيه هم يعني داني حتى خريطة في كتاب طالعين، نعم. عاملين عليه خريطة السعودية كيف تتقسم إلى كم دولة. على أي حال احنا بالأمريكان ودونهم، بالنسبة لنا احنا كعرب وكمسلمين بعد 70 سنة من البلوى هذه اللي اسمها العائلة السعودية، يعني يجب عشان نتحمل هذا الحقيقة، وهذه معركة تاريخية وفاصلة يجب نساهم فيها بطريقة أو بأخرى. يعني أنا نعرف موقفكم ونعرف موقف السعوديين منكم ونعرف ما في القلوب، والحاجات الخارجية هذه مجرد مجاملة وواحد عارفين كلها. اليمن نفس الشيء يتحفز للانقضاض على اليمن الجيعان، يتحفز أنه ينقض على البترول والقصور اللي يعني بالدولار، ويعملوا الأردنيين والمصريين والعلويين في المغرب، وهذا كلهم يعملوا يبلغوا في القطريين طبعا بصورة بارزة، هذا كلهم يبلغوا في الأمريكان أن هم يقولوا لهم احنا نرحب بزوال السعودية وتفكيكها وتكون دول متقاربة في الحجم في الجزيرة العربية، يبدأ في توازن واستقرار، وحتى البترول يتقسم على كم دولة، ما يكونش عند دولة واحدة وعند عائلة واحدة. يعني بدنا يعني برضو عمان حتى هي نفس الشيء، لازم يفهموا شيء، إذا ما فهمتهم مش هنفهموا الأمريكان. من يقولوا لهم احنا دخول جيوش أمريكية للجزيرة هذا ضد، ممكن تدمروا السعودية تدمير زي العراق، احنا ضد، لكن ممكن انتم تشجعوا هالشعوب ان هي قرر مصيرها وتستقل، هذا احنا نرحب به. ممكن تنهوا المملكة هذه بطريقة سلمية وتتفكك سلميا زي ما تفك الاتحاد السوفيتي بدون حرب، هذا الشيء احنا نرحب به. باش الامريكان يعني يزيد يتشجعوا يعيدوا زي سعد الفقيه، والله يعيدوا اي مصلحة اخر واي حركة اخرى يعيدوها، يقولوا ما دام العرب كلهم متفقين على العائلة هذه، اذا احنا شو واحنا يعني نقول لك احنا نشترك في نشترك معاهم افضل من هم يعملوا عمل بروحهم ويجي الدور علينا. يعني مثلا افرض ان الامريكان عملوا بانفرادهم ضد العائلة السعودية، وبعدين فكروا في 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 عمان مثلا، ولا فكروا في الكويت، ولا شو بقول لهم؟ هم في النهاية يقولوا احنا هذه خطتنا، مشينا صفينا حسابها مع هذا، جاي بصفح لهذا، لكن احنا نشترك معاهم، لا احنا متفقين ان هذا ينتهي، هذا خطر علينا كلنا، بالمقابل ان احنا نبدأ أصدقاء وما فيش علوان علينا، وليش حد جاك الدور ما جاك الدور. وهذه مهمة، يعني احنا لازم علشان نحن نفسنا في أمام العاصفة هذه اللي جاية، احنا لازم نركب الموجة، نركب الموجة مدام هي في صالحنا. الآن فيه عدو ثانوي وعدو استراتيجي، ممكن الأمريكان واليهود والنصارى يعني عدو استراتيجي في النهاية، لكن في عدو ثانوي زي العائلة السعودية، هذه الغمة لازم تنتهي. وما دام العدو الاستراتيجي بيجي معانا ضد العدو الثانوي، ليش نفرط فيه؟ وهذه يعني انتم عندكم طبعا من الخبرة وشيء درعية، ما حدش يكلمهم، الله ينظرون لهم، ولا واحد يحاسبهم ولا يحاكمهم ولا يعملوا حاجة، يرجعوا الدرعية يقعدوا فيها ويخلوا أرض العرب للعرب وبترول العرب للعرب. ويعني أرجو أن هذه الأشياء يعني طبعا تكون سرية بين أي شكل، ولكن لازم نكون جادين، يعني لازم نكون جادين باش حتى نشجع الأمريكان. الأمريكان يبحثوا عن بديل، عن يشجعهم بديل بيكون موجود، يعني كيف بيكون موجود؟ انتم اقدر عليه معرفه البديل، انتم عندكم اتصال بالقبائل العربيه اللي داخل،
نعم. بقبيلة شمر. شمر كانت عندها دولة، دولة حايل، إمارة شمر هذه وعاصمتها حايل. هذا اللي طالع في العراق وفي الواحد الجربة هذا من زعماء قبيلة شمر. نعم. أقدر أتصل بهم، القبيلة مش عارف من الشعلان وقبيلة من النزة وقبيلة يعني معروفين. إيه في زعامات أنتم تعرفوها، وآل الرشيد هذا كلهم أنتم تتصلوا بهم وتخلوهم يتصلوا بالطرف الآخر تعرفوهم عليهم، مش يحصل تغيير يعني عربي كله، عرب كلهم، مش عشان سعود احنا فرط في الدنيا وفي الآخرة. سعود مساح ديننا، مساح آثاره، مساح كل شيء، وحول إلى موسم سياحي، موسم سياحي الحج عندهم، وفاسقين وكافرين هم اللي يجب ما يقتربوش من، هم النجس اللي يجب ما يقربوا المسجد الحرام، هم الإنجاز. على كل حال يعني أنا كان كل شيء يأتي في وقته، طبعاً كل شيء يأتي في وقته، و يعني مثل ما تفضلت وإحنا أيضا نسمع يعني من جماعة هذولا، وفي شواهد وظواهر كثيرة الآن بتبان، يعني بتبان، بس ربما المسألة يعني فيها محتاجة لبعض الوقت. ونعتقد إنه المحرك الكبير اللي بيكون خلال 4 سنين 5 سنين القادمة بيبدأ من طهران. أي. تعتقد أن طهران تأثر على لكنه هذا شيء يعني مش عارف كيف احنا العرب، هل في مصلحتنا تغيير ياتي بالطريقه هذه ولا مش مصلحتنا؟ يعني هو طبعا السلم افضل، ولكن الامور بتتفاعل بشكل كبير، تتفاعل بشكل كبير، وهم في الرياض الان يعني الخوف الكبير من هذا الوضع. نعم، من هذا الوضع، ولذلك هم يقدروا عدد المقاتلين في العراق من السعودية ب4000. 4000 هذا من السعودية خلص، السعودية فقط. وهذا اللي يزعج الأمريكان، يبغوا يجففوا النبع هذا. أي. لكن إذا تجفف العراق أين سيذهبون؟ ايه ولكن يظل مثلا مثل اليمن مؤثر في الاحداث السعوديه، لكن بسبب المشاكل اللي عندهم، بسبب الحاجه، وبسبب الوضع الضاع اللي عندهم مختلفين فيما بينهم، تجعل تاثيرهم بسيط يعني محدود ما إلى هناك. وأخواننا في الخليج تعرفوا أنتم يعني دول صغيرة وتأثيرها أيضا إلى حد ما محدود، باستثناء الإخوان الشيخ حمد بن خليفة، رجل قسور، رجل قسور يعني، وهذا عطيته يعني هذه المكانة يعني في أي. لكن والأمريكان لا شك أن عندهم خطة، الأمريكان عندهم حاجتين، حاجة أنه يعني هم شو، أنا حتى كنت في واشنطن يعني قبل حوالي 3 أسابيع وفي البيت الأبوي تحدثوا مثل ما أنتوا تحدثوا، أنه هذولا كلهم فوق 80 سنة عمرهم، حتى وصفوهم ب يعني القيادة السوفيتية السابقة. أيوة. معنى لابد أن في شيء يدير في ذهنهم، في ذهنهم، فشيء ربما بيحزن. يعني صحيح إنه اللي صار في العراق كان كارثة، كارثة كبيرة على أهل العراق وكارثة على العرب، لكن كما يقول مثل رب ضارة النفع. نعم، فكلامكم في الصواب، يعني كلامكم هو الذي ينبغي أن يكون،
ولو هم عرفوا على أنفسهم وتبنوا خط آخر كان أمر آخر. ولكن الرسالة ذكرتكم إياها خلقت نوع من توجس عند الأمريكان. يعني أنتوا تذكرون يعني كيف راح شاه إيران لما قال أنه يبغى يسوي الدولة الرابعة، وصاحبه وصديقه، ولكن رتبوا الأمور وانتهى في 6 شهور. بدأت بانقطاع الكهرباء في طهران، يعني صاروا ما يعطوا قطع غيار من الكهرباء، وصارت قطاع الغيار ما شيء، وتوقفت بعض المصانع وماشي معاشات وقور، وخرجوا الناس في مظاهرات. وفي خلال شهر أصبح الشاه هذا القوة الغريبة البعبع أصبح ضيف عند الله يرحمه الرئيس السادات. حتى الأمريكان ما قبلوه، ما قبلوه، قاعد يحوم، ما قبلوه، هو مريض. يعني ما قبلوا حتى يعطوه دواء. أشوف وهو مريض. فالأمور في بعض الأمور يعني فيها، يعني فيها أشياء رب العالمين يجعلها تمشي وكأنها يعني كذا جاءت بالصدفة، وهي لا مخططة.